من الحاجات الجميلة والبسيطة اللي هتسرع من الورك فلو بتاعتك وشغلك على الوورد، لما تيجي تمسح أكتر من سطر أو أكتر من باراجراف فتدوس على باك سبيس وتفضل دايس واحدة واحدة كده بتمسح حرف حرف، أو إن أنت تعلق على الباك سبيس يمسح لك حاجات بزيادة مثلا كده. خليني أعلمك طريقة ألذ وأشيك من كده. بص يا سيدي، بدل ما تفضل تدوس على الباك سبيس واحدة واحدة كده عشان تمسح الكلمة، انت بكل بساطة ممكن تدوس على اختصار كنترول بعد كده تدوس على الباك سبيس، هتلاقيه بيمسح لك كلمة كلمة. مع كل كليك وانت دايس على زرار الكنترول وتدوس كليك على قد الكلمة اللي انت عايز تمسحها، هتلاقيه بيمسح لك كلمة كلمة، وانت يا سيدي اختار الطريقة الانسب ليك. بالنسبة لي شايف الطريقة دي اسهل وابسط واسرع،